بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الاول الاعدادي، ان شاء الله النهارده هناخد كويك ريفيجن على منهج الجيومتري في منهج الماس اللي احنا اخدناه في شهر نوفمبر ان شاء الله. ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر، وسؤال تشوز يعني بيبقى سهل لان هو بيساعدك، بيدي لك تشويزز عندك. فبيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر، في الفيجر اللي قدامك دي، لو بي اي بايسك انجل اي بي سي، فانت تحاول تستفاد من الجيفن اللي بيديهولك. واحد مثلا بيقول لك جيفن، بيقول لك معلومات هتساعدك، زي ما كنت مثلا بتكتب باراجراف، فكان الاول بيدي لك كلمات تساعدك. انا نفس الحكايه، هيدي لي حاجات تستفاد بها. فبقول لك هنا بي اي بايسكت انجل اي بي سي، بي اي ده بايسكت الانجل، فانت تستفاد ايه؟ هستفاد ان الانجل اللي فوق ايكوال الانجل اللي تحت، يعني لو دي بسيرتي 2 يبقى دي بسيرتي 2، ده اللي انا هستفاده، ان دي بسيرتي 2 ودي بسيرتي 2. طيب فبقول لك زين ميجر انجل سي، لا، وبقول لك كمان ان بي اي بارلل سي دي، بي اي ده بارلل سي دي. طب انا مستر بي اي وسي دي وفي بينهم ترانسفيرسال، دول عاملين حرف الايه؟ الزي. فانت حرف الزد ده، حرف الزد ده يبقى ده تفهم منه إيه؟ ان في الترنيت، يبقى الانجل دي كلها ايكوال الانجل دي كلها. طب دي بكام؟ 32 32 ده كلها ب 64، يبقى اللي فوق بكام؟ ب 64. برافو عليك. يبقى هنا ميجر انجل سي كام؟ ب 64. ده نيكست. بقول لك لو في الترانجل اي بي سي كونجرنت الترانجل اكس واي زد، وميجر انجل اكس بلس ميجر انجل واي ايكوال 140، زين ميجر انجل سي كام؟ فانا لو جيت اشوف، انا هنا بقول لي عندك تو تراينجل، تراينجل اهو اسمه اي بي سي، وعندك تراينجل تاني اسمه اكس واي زد، اي بي سي كونجرنت تراينجل اكس واي زد. فانت هتفهم ان ده هو ده، لو حطيت الاثنين على بعض هيطلعوا كأن حاجه واحده. طب عندك ميجر انجل اكس بلس ميجر انجل واي، اكس وواي الاثنين دول مع بعض كام؟ ب 140. يبقى افهم مين اللي زيهم، اكس وواي زي اي بي بالظبط، يبقى اي بي برضو الاثنين دول اي بلس بي الاثنين ب 140. طب ميجر انجل سي، السي بكام؟ السي هنا المفروض ان انت هتجيبها ازاي؟ يا مستر انا عندي معلومه بتقول لي ان السم اوف انجلز اوف ان ترانجل، مجموع الانتيريور انجل ان ان ترانجل ايكوال 180، فلو دول 140 يبقى لسه لهم كام؟ برافو عليك، لسه لهم 40. يبقى انا هنا هعمل تشوز على 40. بعد كده كوتش اند سي، بقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر، في الفيجر اللي قدامك ده، اي دي تو اي بي، ايه علاقه الاي دي بالاي بي؟ فانا الاول ايه اللي انت شايفه؟ انا شايف ان اللاين ده، ان الاي ده برا لمين؟ الاي دي برا للسي بي. فانت لو عندك كذا برا لللاين، واخدنا ان انت جاي عليهم ايه؟ ترانسفيرسال، حاجه عدت عليهم، فعملوا له ايه؟ قطعوا له ايكوال بارتس، يعني الجزء ده زي الجزء ده. طب لو اجى تاني انظر ستريت لاين، اجى ستريت لاين برضه هيعملوا له ايه؟ هيقطعوا له ايكوال بارتس، فيبقى انا الجزء ده زي الجزء ده. فانا نفس الحكايه، هتقول له ده برا لده برا لده، والاي اي ايكوال للاي سي، يبقى انا استفاد ايه؟ ان الاي دي ايكوال الدي بي. طب الاثنين ايكوال، يبقى الريشيو بينهم كام؟ حاجتين ايكوال، يبقى الريشيو بينهم كام؟ هسيبها لك تكتبها لي في اللي تشوز، هل هي ايه 1 تو 1 ولا بي 1 تو 2، يعني ده نص ده، ولا 1 تو 3 ده سرد ده التاني قده ثلاث مرات، ولا 1 تو 4؟ اكتبها لي تحت في الكومنت. طب هنا في كوتشن بعد كده بقول لي ايه؟ بقول لي اف تو كوبلينر ستريت لاين، سيبك من كلمه كوبلينر لو هي ملخبطه، اف تو ستريت لاينز ار بربندكولار تو اسيرد 1. لو انت عندك تو ستريت لاينز والتو ستريت لاينز دول بربندكولار على سرد، على واحد تالت، ازاي يا مستر؟ يعني انا عندي تو ستريت لاين اهو، ادي ستريت لاين ده لاين وده لاين، والاثنين دول بربندكولار على مين؟ بربندكولار على واحد تالت اهو. يعني ايه بربندكولار؟ يعني عاملين معاه رايت انجل. برافو عليك، فالاثنين دول عاملين رايت انجل مع واحد تالت، ده لاين 1 مثلا وده لاين 2 وده لاين 3، فالاثنين بربندكولار تو اسيرد. زين ذا تو ستريت لاينز، يبقى التو ستريت لاينز دول ار ايه؟ علاقتهم ببعض ايه؟ اللي انت شايفه ايه؟ ان هم عمرهم ما هيعملوا انترسكت، مفيش بينهم انترسكت، مش هيلمسوا بعض، يبقى اسمهم ايه؟ برافو عليك، يبقى اسمهم باراليل، اسمهم باراليل. برافو عليك. طب هنا بيقول لي زي دايجونال اوف ذا ريكتانجل، الدايجونال بتاع الريكتانجل، فانت حاول تفهم من المساله الكلمات المهمه اللي فيها. انا عندي ريكتانجل وعندي دايجونال، طب انا لو جيت اشوف ريكتانجل اهو مستر، ده ريكتانجل وده الدايجونال بتاعه، لو انا عندي دايجونال زي ده الكروس بتاعه، الدايجونال ده بيعمل ايه؟ بيقول لك بيعمل ديفايد اتس سيرفيس انتو تو ايه، بيقسم الاريا بتاعته لايه؟ ها؟ لتو ايه؟ تو ايه تراينجل، التو تراينجل دول عباره عن ايه؟ التو تراينجل دول ار كونجرنت، الاثنين كونجرنت، تو كونجرنت تراينجل. ليه؟ لو جيت تشوف ليه دوكو، ليه الاثنين دول كونجرنت؟ لان يا مستر انا عندي هنا الدايجونال ده كومون، خلاص، فده سايد فيه كومون سايد، وعندك دي رايت انجل ودي رايت انجل، تمام؟ وعندك في الريكتانجل ده ايكوال لده، فانت كده جبت ايه؟ رايت هايبوتنس سايد، جبت رايت وجبت الهايبوتنس وجبت سايد، فيبقى الاثنين دول ايه؟ كونجرنت.
طيب اللي بعد كده اني تو رايت انجل تراينجل، اي تو رايت انجل تراينجل نفس اللي احنا خدناه في اللي فات ار كونجرنت. امتى التو رايت انجل تراينجل يبقى كونجرنت؟ لو ايه اللي هي بتاعت رايت يا مستر، يبقى لسه الهايبوتنس وسايد. فانا اقول له ليه اذا لينس اوف هايبوتنس، لو الهايبوتنس، لو انت افتكرت الهايبوتنس اكتبها الهايبوتنس وسايد. لو الهايبوتنس وسايد ان وان تراينجل، لو الهايبوتنس وسايد في التراينجل الاولاني ار كونجرنت، يعني ايكوال لمين؟ للكورسبوندينج بارتس، للاجزاء اللي قصادهم، خلاص للي زيهم في مين؟ في الاذر تراينجل. فانا تاني امتى التو تراينجل يبقى ار كونجرنت؟ امتى التو رايت انجل تراينجل يبقى كونجرنت؟ طب هم رايت، يبقى لسه مين؟ الهايبوتنس وسايد. فانت اكتب له الهايبوتنس وسايد ان وان تراينجل في تراينجل الاولاني ار كونجرنت تو اتس كورسبوندينج بارتس للاجزاء اللي قصادها في الاذر تراينجل. طب اتلخبطت، اكتب الهايبوتنس وسايد بس، ان وان تراينجل ايكوال للاذر بس، وان شاء الله هتتحسب لك صح. طيب اللي بعد كده ان ذا اوبوزيت فيجر، في الفيجر اللي قدامك ده قبل ما تحلها، انت هتحلها بعينك وتقنع نفسك بالمساله، هو ايه اللي انا شايفه؟ اللي انا شايفه ان اللاين ده بره لللاين ده، بره للي ده، بره للي ده. طب ده اسمه اي او، طب وده اتش دي، بره للواي اكس، بره لليمين للسي بي، وايه كمان مستر؟ والبارتس دول ايكوال، الاي بي ده ترانسفيرسال، ده خطه عملوا في ايه؟ الاي دي ايكوال للدي اكس ايكوال للاكس بي، الاجزاء دول قد بعض. فانت لو عندك كذا لاين، كذا حاجه ماشيين قصاد بعض، وجت حاجه عدت عليهم قطعتهم لايكوال بارتس. طب لو جه عدى لاين تاني برضه هيقطعوا الايكوال بارتس. فانا هنا هتقول له اي او ايكوال اتش دي ايكوال واي اكس ايكوال سي بي، وعندك هنا في الجيفن، يعني هو مديها لك عشان تساعدك، هتكتبها تاني اي او بارلل اتش دي بارلل واي اكس بارلل سي بي، دول كلهم قصاد بعض. طب بعد كده ايه اللي انا شايفه؟ عايز اقول له ان الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده، ده اسمه ايه؟ اي دي. يبقى اقول له الاي دي عندي اهي برضه مكتوب، هو مديها لي تساعدني، اي دي ايكوال دي اكس ايكوال اكس بي، خلاص. فلو دول قد بعض يبقى التانيين مالهم؟ يبقى التانيين قد بعض، اللي هم مين؟ الاي اتش ايكوال مين؟ الواي اتش ايكوال السي بي. يبقى انا استفاد ايه؟ هتستفاد ان الاي اتش ايكوال الاتش واي ايكوال مين؟ السي واي. طب ده كله كام؟ الاي سي كله ب 18، يبقى كل جزء من دول بكام؟ اه مستر، يبقى ال 18 هعملها ديفايد على ال 3، يبقى يطلع كل واحده بكام؟ ب 6. المفروض ان انت تطلع دي قبلها، الخطوه دي قبلها. يبقى مستر ده ب 6، كل بارت من دول ب 6، ده ب 6 وده ب 6 وده ب 6. طب هو طالب مين؟ الاي واي. الاي واي دول كام؟ تو بارتس مع بعض، يبقى 6 بلس 6. فتقول له الاي واي ايكوال 6 بلس 6، يبقى يطلع كام؟ 12. فانا تاني كل اللي عندك ان هو بيدي لك جيفن، كان انت بتطبخ طبخه وهو بيدي لك المقادير، فانا المقادير دي هستخدمها وبعد كده هنظمها وبعد كده احل اجيب الحل بتاعي. بس ما تستخدمهاش كلها في وقت واحد، لا هتنظم ده بره لده بره لده بره لده، تمام اوكي. وعندك ده البارت ده اي دي ايكوال دي اكس ايكوال اكس بي، تمام. يبقى ده هيعمله في ايه؟ يبقى الاي اتش ايكوال الاتش واي ايكوال السي واي. طب ده كله الاي سي بكام؟ ب 18. يبقى كل واحده من دول بكام؟ 18 ديفايد على 6 يبقى على 3، يبقى ده ب 6 ب 6 ب 6، يبقى الاي واي بكام؟ 6 بلس 6 12. ولو عايز تكتب له سينس وزن، اكتب له سينس وزن. اللي بعد كده ذا نيكست كوتش، هنا بقول لك ايه فكره الكوتشن دي؟ ايه لو جيت تبص، ها اي حد بيبص على المساله هيشوف ان هو عنده توتر انجل، فانت هتحاول تعمل بروف ان التوتر انجلز دول ار كونجرنت، ان ده كونجرنت ده، يعني الاثنين زي بعض بالظبط، لو حطيتهم على بعض هيطلعوا حاجه واحده. طب انت هتسال نفسك امتى التوتر انجل يبقى ار كونجرنت؟ هل لو السايدز كلها ايكوال الانجلز كلها؟ لا يا مستر، انا هجيب بس 3 من هنا زي 3 من هنا، عايز اجيب 3 حاجات في اللي فوق زي اللي تحت. ايه اول حاجه؟ اه الاكس ال ده عليه 2 داش، يبقى الاكس ال ايكوال مين؟ ال ال واي. فدي اول حاجه هكتبها، دي فين؟ اهي خلاص ما عادش تكتبها، يبقى ده احتجتها خلاص، يبقى ده اداها لي عشان تساعدني وانا استخدمتها خلاص. طب هنا بقول لك ايه؟ الزد واي ايكوال الواي اكس، الزد واي ايكوال واي اكس، خلاص اهي ما عادش تستخدمها تاني. طب عايزك تجيب لي حاجه ثالثه، حاجه ثالثه موجوده في الترنج اللي فوق والترنج اللي تحت زي بعض. خلي بالك هو الترنج اسمه اكس ال زد وده اسمه واي ال زد، ايه اللي ملاحظه؟ ملاحظ ان ال ال زد ده موجود في الاثنين، فانا اقول له ال ال زد ده كومون سايد، ده سايد مشترك موجود في الاثنين مع بعض خلاص. فانا كده جبت ثلاث حاجات موجودين في الاثنين. عندك ايه بقى؟ ده سايد وده سايد وده سايد، يبقى تقول له الترنج الترنجل ده اسمه ايه؟ موجود اهو اكس ال زد كونجرنت التراينجل مين؟ واي ال زد، ما دام ده كونجرنت لده
دي انهي كيس مستر صايد صايد صايد؟ طيب ايه اللي انا لسه ما استفدتش بيه؟ اللي ما لسه ما استفدتش بيه اللي هي المجر الانجل دي ب 130. طب انا دي ب 130، طب انت هتستفاد ايه؟ هتكتبها له ميجر انجل اكس و ال زد واي بكام؟ ب 130 ديجري. طب هو مستر عايز مين؟ عايز ميجر انجل اكس ال زد. طب انا من الكونجرنت الانجل دي زي الانجل دي، طب ال اكس ال زد ده هتجيبها ازاي؟ لو بصيت هتلاقي ان الانجل دي والانجل دي والانجل دي الثلاثه حوالين بوينت اكوميوليتيف ات بوينت، يبقى كلهم ب 360. فانا هجيب دي ازاي؟ 360 ها هتماينس منها 130 وتعمل ديفايد على الطول لان الاثنين دول ايكوال. فانا اقول له ميجر انجل اكس ال زد ايكوال كام؟ 360 ماينس 130 ديفايد على الطول، وتطلع بكام بقى؟ 360 ماينس 130 تبقى كام؟ 230 ديفايد على الطول، 230 ديفايد على الطول تطلع ب 115 ديجري، وتاكد منها بالكالكولتر. طيب اللي بعد كده بيقول لك تشوز، تشوز ذا كوريكت انسر. البي بلونج للاي سي، البي موجوده على الاي سي، البي موجوده على الاي سي. فانت تفهم ايه؟ افهم ان دي كلها ب 100 دي تي لان كلها لاين اهو. فلو دي 130 يبقى دي بكام يا مستر؟ ب 50. فانا استفدت من اول حاجه هو اداها لي. طب البي اي بره للسي دي، البي اي والسي دي وفي الترانسفيرسال اللي موصلهم عاملين حرف الايه؟ الزد، يبقى الترنيت، يبقى دي ب 50، يبقى دي بكام؟ ب 50. فبقول لك هات ميجر انجل سي، يبقى هي ب 50. فانت حاول تستفاد، يعني انا قلت لك زي الطبخه وهو بيدي لك مقادير مكونات، فانت بتستفاد من المكونات اللي عندك، امشي معاها واحده واحده كده واستفاد. انا ده بقى دي البي بلونج اه يا مستر، يبقى الانجل كلها 100 دي. طب ده بره لده، يبقى دور على الترنيت او تدور على كورسبوندنج او تدور على انتيريور انجلز. طب اللي بعد كده بقول لك لاين 1 اند لاين 2 ار 2 كوبلينر ستريت لاين. كوبلينر يعني الاثنين في نفس اللاين المستوى، يعني ايه؟ يعني الاثنين قدامك، مش مثلا واحده هنا وواحده في مكان تاني. لا فانت سيبك من كلمه كوبلينر مش هتفهمها دلوقتي. لاين 1 اند لاين 2 ار 2 ستريت لاينز. فانا عندي لاين 1 ولاين 2، كل الكلام ده ما يفرقش معايا. هو لاين 1 انترسكت لاين 2 ايكوال 5. يعني ايه انترسكت؟ يعني يا مستر مش هيقابلوا بعض، مش هيلمسوا بعض. فانت لو عندك لاين 1 اهو ولاين 2 اهو، الاثنين مش هيلمسوا بعض، يبقى الاثنين ار ايه؟ ها؟ ار انترسكتنج ولا بيربندكولار ولا بارلل ولا كوانسيدنت؟ ها؟ اكتب لي الحل وشوف هيطلع، يعني اكتب لي الحل تحت في الكومنت. طب اللي بعد كده بقول لك واتس ذا فاليو اوف اكس. هو انا ايه اللي انا شايفه هنا؟ انت عندك هنا في ايه؟ عندك مستر اللاين ده بره لللاين ده، يبقى دور على ايه؟ دور على حرف الزد، حرف الاف، حرف اليو. طب انا ده وده وده اللي موصلهم، دول عاملين حرف ايه؟ عاملين حرف الاف. يبقى الانجل دي والانجل دي مالهم؟ كورسبوندنج. يعني ايه كورسبوندنج؟ يعني زي بعض في كل حاجه. خلي بالك دي فوق اللاين ودي فوق اللاين والاثنين يمين، يعني زي بعض في ايه؟ الاثنين يمين الترانسفيرسال في نفس الجنب، ودي فوق البارلل ودي فوق البارلل، يبقى الاثنين كورسبوندنج يعني زي بعض في كل حاجه. يبقى الاي تي ايكوال تو اكس. طب ال2 اكس ب 80، لو اشتريت 2 بنز ب 80، اشتريت قلمين ب 80، يبقى القلم الواحد بكام؟ ها؟ يبقى الاكس الواحده بكام؟ برافو عليك ب 40. طيب زي نكست كوتش. بقول لك الترينجل ده كونجرانت ولا؟ كونجرانت يعني الاثنين كان حاجه واحده. طب الاي بي لما ماينس منها اكس واي، ها؟ لو حاجتين ايكوال وبتعمل لهم ماينس، يعني مثلا لو ده 5 يبقى ده 5، اعمل لهم ماينس يطلع كام؟ زيرو. فانت هنا هيطلع زيرو. طيب زي نكست كوتش. بيقول لك الترينجل ده كونجرانت ده، كونجرانت يعني زي بعض في كل حاجه. في البريمتر بتاع ترينجل سي دي اي ب 12، فانا مستر لو عندي ترينجل اهو وليكن اسمه سي دي اي، البريمتر كله 12 والال ام 4، الال ام لو ب 4 فانت تستفاد ايه؟ ها؟ استفاد ان اللي زيه مين؟ السي دي ب 4، فانا السي دي ب 4. طب عندي بعد كده الام ان ب 5. فين الام ان اللي هما الاثنين دول؟ يبقى مين اللي زي الدي اي؟ يبقى الدي اي 5. طب انا هنا عايز مين؟ عايز ال ان، ال ان اللي لسه اللي هو زي السي اي. طيب 4 و 5 كام؟ 9. يبقى لسه كام عشان يبقى 12؟ يبقى لسه 3. برافو عليك، يبقى ده 3 سنتيمتر. طيب اللي بعد كده ذا ستريت لاين ويتش از بيربندكولار تو 1 اوف 2 بارلل ستريت لاينز. الكلام الكبير ده ذا ستريت لاين، فهمت ستريت لاين؟ ويتش از بارلل تو 1 اوف 2 بارلل ستريت لاين. عندك ستريت لاين وبربندكولار على 1 على واحد من 2 بارلل، فانا فهمت ان انا عندي 2 بارلل ستريت لاينز، وليكن ده مثلا اهو ده وده الاثنين بارلل، ده بارلل ده تمام،
ده بارلل ده، تمام. بعد كده عندك ايه؟ عندك ستريت لاين، واحد بيربندكولار على واحد من الاثنين، على واحد من الاثنين البارلل. فانا اهو ده بيربندكولار على اللي فوق. يعني ايه بيربندكولار؟ يعني عامل مع رايت انجل، وده ستريت لاين يعني ماشي على طول. هيعمل ايه في التاني؟ ها؟ علاقته بالسرد بالتاني ده تاني. يعني انت عندك تو بارلل ستريت لاين، وفي واحد بيربندكولار على واحد من الاثنين، والبربندكولار ده ستريت لاين يعني ماشي على طول. ايه علاقته بقى بده؟ هيبقى برضه بربندكولار عليه. بربندكولار، ها؟ يبقى هيبقى ايه؟ بربندكولار. طب اللي بعد كده ايه فكره ده؟ ايه اللي انت شايفه؟ مستر انا شايف ان انا عندي تو ترينجلز، فتحاول تعمل بروف ان هما كونجرانت، اكيد اول حاجه. طب الترينجل ده هتجيب لي ثلاث حاجات موجودين في الاثنين، ايه اللي موجود هنا وهنا؟ الاي سي ايكوال مين؟ الاي الاثنين عليهم شرطتين، الاي سي ايكوال الاي اي، ده اول حاجه موجوده في الاثنين. ايه تاني؟ الاي دي ايكوال مين؟ السي بي، فانا الاي دي ايكوال السي بي، دي تاني حاجه. تالت حاجه مثال، انا عندي ميجر انجل بي دي ب 90 ودي ب 90، يبقى ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل دي، كل واحده ب 90. طيب انا استفاد ايه؟ خلاص، فانت جبت هنا رايت وهيبوتنس وسايد، يبقى استفاد ان الترينجل ده كونجرنت للترينجل ده. طب الترينجل الاولاني اسمه ايه؟ اي بي سي، اي بي سي. طب الترينجل الثاني اي دي اي، اي دي اي. طبعا ده انهي كيس؟ هتقول له رايت هايبوتنس سايد، في رايت انجل وفي الهايبوتنس اللي قدام الرايت وفي سايد، اي سايد من الاثنين. طب انا هنا يا مستر ايه اللي استفاد؟ حاول بقى تجيب من الانجلز. طب انا عندي مين؟ عندي ميجر انجل بي ب 90، وكمان ايه؟ وميجر انجل سي، الانجل دي اسمها ايه؟ قولوا الحروف اللي عليها اهو، بي اي سي، بي اي سي او سي اي بي ايكوال كام؟ ايكوال 57. طب تستفاد ايه؟ استفاد ان ميجر انجل سي بكام؟ الثلاثه ب 100 دي تي، يبقى ميجر انجل سي ايكوال كام؟ 100 دي تي ماينس الاثنين دول ال 90 وال 57، تطلع بكام؟ ب 33 ديجري. بعد كده هتجيب اللي زيهم بقى. فانا السي، مين اللي زي السي؟ اللي هي الاي، يبقى الاي ب 100، يبقى الاي ب 33، هي هي. طب يا مستر مين الثانيه؟ دي ب 57، يبقى دي بكام؟ ب 57. بكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى. لو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو وعمل لنا لايك، ولو انت مش مشترك في القناة شرفنا بالاشتراك في القناة. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.